وهذا هو ما يعرف البرنامج اللي كان ابتدى منذ زمان بتاع الدعم المباشر للأرامل. سنة 25 غادي تكون فرصة لنا جميعا. تهاني نائبة برلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية. في الحقيقة كنوجدوا أن يعني ليس هناك، كنلاحظوا بأن ليس هناك اختلاف نهائيا حول التوجهات الكبرى التي العامة التي جاء بها قانون، يعني مشروع قانون المالية 2025، سواء على مستوى تعزيز الحماية الاجتماعية، توطيد الاستثمارات، يعني وكذلك خلق فرص الشغل. إذن كان هناك توجهات مهمة جدا، ولكن يعني السؤال اللي كيطرح نفسه بإلحاح، هل الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية 2025 واش كتنسجم مع يعني هذه التوجهات؟ يعني كنلقاو هناك بعض التدابير إيجابية ولكنها قليلة. كنلقاو كذلك بأن هذا مشروع قانون المالية هو جاء بنفس المقاربة، بنفس الهندسة التي جاءت بها القوانين المالية السابقة، سواء على مستوى التشخيص، على مستوى توفير فرص الشغل، على مستوى كذلك السيادة الغذائية، حيث أصبح المغرب أننا كنستورد اللحوم، كنستورد الحبوب، كنستورد زيت الزيتون، كذلك على مستوى تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، على مستوى إدماج القطاع الغير مهيكل يعني في الاقتصاد الوطني إلى آخره. تقديم ديال مشروع قانون المالية ديال 2025، وكلنا يعرف بأن الظروف الدولية جد متأزمة وعندها تداعيات كبيرة على بلادنا، وكذلك الأزمة الداخلية ديال بلادنا اللي هي اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، أن أزمة مركبة، وهذا القانون المالي مع كل أسف لم يجيب عنها. أولا قال بأنه حدد أولويات أربعة، الأولى في الدولة الاجتماعية. الدولة الاجتماعية شفنا تنزيل ديالها في الثلاث سنوات الماضية أنه تنزيل مرتجل، وأنه حذف واحد العدد ديال الإعانات كانت كتوصل بها الأسر بحال برنامج تيسير، مليون محفظة، وقال كنعطيو 500 درهم، 500 درهم للمغاربة وما تيتوصلش بها جميعا، لأن كان اللي توصل بها شهرين وتحذفات ليه لأنه قالوا المؤشر ديالو يعني طلع. هاد المسألة هذه كتبين بأنه ما بينته المندوبية السامية من اتساع يعني الدائرة ديال الفقر، ومن اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية بهذه الطريقة باش كتشتغل الحكومة، ما غاديش يمكن لها تجاوب عليهم ولا تقلص من الدائرة ديال الفقر ولا من يعني الشرخ الاجتماعي الكبير اللي كان في البلاد. ناهيك على أن المعدل ديال البطالة فات 13.7%، وما كاينش جواب صريح على إمكانية التكوين الجيد المرتبط بالتأهيل من أجل سواء خلق مقاولات أو توظيف. ما كاينش حتى المناصب اللي تم الإعلان عليها في المجال ديال الصحة، 6500 ديال المناصب المالية قليلة بزاف، حنا خاصنا 100,000 طبيب وممرض، والمشاكل ديال الأطباء لا زالت مستمرة. ثم أنه القضايا المتعلقة أيضا بهذا الشيء ديال الجانب الاجتماعي من صحة وتعليم، غادي يتزاد واحد مليار ديال الدرهم في المجال ديال الصحه، وحنا عارفين يعني الاختلالات الكبرى والخصص اللي خاص من اجل تاهيل المستشفيات الاقليميه والجهويه وبناء يعني المراكز الجامعيه الاستشفائيه، اشخاص يتدار في هذا الشيء كامل، خاصو امكانيات اللي هي مهمه، ما كاينش هذا الشيء. ثانيا في التعليم، كيتكلموا على مدرسه الرياده، وحنا محتاجين الى تعليم عمومي جيد بالمجان باش يمكن لنا الشباب ديالنا يقراوا ويتاهلوا، لان القرايه هي كل شيء. راه ما يمكنلكش تتكلم على تشغيل الى ما بنيتيش مدرسه عموميه جيده وجامعه عموميه جيده وبحث علمي وتشجع باش يمكن لك تخلق هاد الاطر وهاد المواطنات والمواطنين اللي هما مؤهلين وغادي يمكن لهم. ثم هاد الاصلاحات اللي كيسميوها مهيكله بحال اصلاح مجال العداله، حنا شفنا كيفاش بداو هاد الناس مع اصلاح المسطره الجنائيه واللي يعني ما استشروش فيه حتى مع المحامون، وكيضربوا المهنه ديال المحامون والحق يعني في المحاكمه العادله ديال المغربيات والمغاربه. ثم ما صدر عن يعني اصلاح المسطره الجنائيه، مازال ما سمعناش القانون الجنائي اش غادي يديروا لنا فيه. ثم حتى هذه الاصلاحات الضريبيه اللي حنا بغيناها باش نوسعوا الوعاء وباش يمكن لنا نديروا عداله ضريبيه، هاد الناس صلحوها على ثلاث سنين في شكل ماشي حتى شي اصلاح، بين مزدوجتين صلحوا يعني هذه المره يلاه وصلوا الاصلاح ديال 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 الضريبه على الدخل بواحد الطريقه اللي هي محتشمه، ما غاديش تجلب لنا الاموال الكافيه للخزينه ديال الدوله باش يمكننا نمولوا المشاريع التنمويه. ثم هذا الشيء ديال الماء، راه حنا عارفين معضلات الماء كبيره، يعني قالوا غادي نبني واحد 15 ديال سدود كبيره وكذا في بعض المناطق، هذا لا يكفي لانه خاص
انه تجهز واحد العدد ديال المناطق بحال اللي شفنا ما وقع خلال الزلزال ولا ما وقع خلال الفيضانات، انه خاص تاهيل جهات مهمشه من الوطن كلها. كنتمنوا انها 2.5 ديال المليار ديال الدرهم التي رصدت من اجل تجاوز يعني هذا ما وقع في الفيضانات اللي راحوا يعني ضحيتوا ارواح وهدمت المنازل، انه غادي يتم الاستفاده منه ويدار واحد المرصد لمتابعه الصرف ديال هذا الشيء، لان الفساد حتى هو من المعضلات الكبيره. وما قالوش هاد الناس بانه غيديروا شي خطه وطنيه لمحاربه الفساد والريع، وكيتكلموا على التنافسيه، كيف سنخلقوا تنافسيه وحنا ما عندناش يعني الامكانيه ديال خلق مناخ الثقه وجلب المستثمرين؟ لا، المستثمرين غادي يجيبهم الدوله ديال الحق والقانون، غادي يجيبهم الدوله الديمقراطيه، غادي يجيبهم الاستراتيجيه الوطنيه لمحاربه الفساد، غادي يجيبهم المدرسه العموميه، غادي يجيبوا الاصلاحات العميقه اللي خاصها لبلادنا اللي غادي تخلق بالفعل هذا المناخ ديال الثقه وتجعل المستثمرين الاجانب ولا المستثمرين المغاربه يستثمروا وحتى في الجهات المهمشه في الوطن والنهوض بها. وشكرا. هذا مشروع قانون المالي 2025 مخيب للامال المغاربة على جميع المستويات، الاولويات ديال المغاربه في شيء والاولويات اللي جات بالحكمه في شيء اخر. اين هي محاربه الفساد؟ هناك تقرير خطير جدا ديال الهيئه النزاهه ولا كلمه واحده عنه، لا فيما يتعلق بالاستثمار ولا فيما يتعلق. نعطيكم مثال، واش كتعرفوا بان النسبه غير في هذه الحمايه الاجتماعيه الفرود يعني الـ يعني الـ يعني الـ 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 الخلل يعني الغش وصل 28%؟ إذن هذه ما دارش أولوية. ملي كنشوف الأولوية الثانية، الأولوية الثانية وهي التشغيل، وهي نقصت من الاستثمار، نزلت 340 مليار ديال الدرهم، كتكلم على 14 مليار درهم غدير لها هذه السنة في ثلاثة المحاور، باش كي غدير لها؟ وهي المرسوم عندنا ديال الاستثمار، قانون الإطار الاستثمار فيما يتعلق فيما يتعلق بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة ما خرجتلاش المراسم هذه سنتين، باش غنديروا هذا التشغيل؟ غنديروا ب 28000 اللي جات ديال القطاع العمومي غير كافية. ثم ثالثا ملي كنتكلموا على مواصلة الإصلاحات الهيكلية ولا كلمة واحدة عن التقاعد. هذه حكومة مسؤولة، هذه حكومة سياسية، هذه حكومة اللي باغي تحل المشاكل ديال المغاربة، غير ممكن. ثم رابعا خليني نقول لك بان المؤشرات اللي جابت لا تنسجم مع الواقع، نسبه النمو 4.6%، تضخم 2%، 70 مليون قنطار ديال الزرع، 500 درهم، هذيك 500 درهم ديال الغاز البطن، هذو كلهم مؤشرات غير واقعيه نهائيا. وبالتالي هذا مشروع قانون الماليه هو مخيب للامل ولا يستجيب لتطلعات المغاربه. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.